أنا أقول سأترفع عن الخوض في هذا السلوك لأنه يسيء للمجهودات التي تبذلها بلادنا بقيادة جلالة الملك في هذا الملف الذي نعبر فيه عن إجماعنا حوله ومن أجله حول عدالة قضية مغربية الصحراء. لكن لا بأس، مناسبة شرط، أنا لاحظت كما لاحظ الجميع أنه هذه أصبحت طريقة ممنهجة أولا في مرحلة معينة، واسمحوا لي باش نسردها في تفاصيلها. خلال التهيئ لحكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران في التكليف الذي أعفي بعده حكومته الثانية، وبعد تعيين جلالة الملك الدكتور سعد الدين العثماني كرئيس الحكومة، بدأوا الناس كيتناقشوا على الحكومة. سأفاجأ بما قال هكذا هبط من السماء، في استوزار حسناء أبو زيد تهديد استراتيجي عرفت داكشي للقضية الوطنية. أعوذ بالله، كيفاش هادشي؟ لم أجيب عليه لأن مثل هذه الصحف الصفراء لا يجاب عليها. لكن بحثت من فين جا هادشي، وسأكتشف شيئا مؤلما واجبي أن أفصح عنه اليوم. المقال كتب من عضو في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وسلم يدا بيد لصحفي أو صحفية في هذا الموضوع. بعد ذلك سأرى بعض المغرر بهم من هذا جزء من هذه القيادة يستعمل هذه الأشياء. أنا أحذر، إحنا في بلادنا وطنيتنا ليست موضوع مزايدة ولا صراعات سياسية، وأقول أنه يستوجب الآن الواجب أن نضرب بيد من حديد أقوى على منتجي هذه الطروحات اللي كتعتبر على أنه في كل محطة غادي نقلب لشي واحد ونقول له شنو من وحي الخيال أدوات ديال المراكز. وأنا فيها لن أتابع المغرر بهم من شباب باحث عن العمل ولا كاتب إقليمي يعتبر أنه ربما هذه محطته الأخيرة في أي مسؤولية تنظيمية، لكن ربما سأذهب لمحاسبة المغرر الأول في هذه المسألة، وبالتالي سأسدل الستار وما غاديش نعطي تفاصيل أخرى حول ما أسميه بالتهافت وما أسميه بالحرب تحت الحزام واللي ما عندها حتى معاني. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24، عيونكم التي لا تنام.